قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عباد يعني ابن راشد عن الحسن عن رجل من بني سليط انه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد على باب مسجده محتب عليه ثوب له قطر ليس عليه ثوب غيره وهو يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ثم اشار بيده الى صدره يقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا